حفل ختان جماعي 40 طفل من العائلات المعوزة. الحمد لله جرت في ظروف جد حسنة، وتسودها الفرحة والبهجة بين عائلات أولادنا. قمنا بهذه العملية ومرت على أحسن حال بحضور بعض المسؤولين من الولاية وبعض المحسنين وشجعونا. العملية مستمرة على مستوى 24 بلدية، إن شاء الله نوصلوا ل 140 طفل معوز، ونكونوا في حسن ظن هذم الأطفال الأيتام. ركود الكوفيد يعني لمدة عامين، ها هي رجعت البسمة والحفلات لكل العائلات الجزائرية وخاصة ولاية الطارف، يعني رانا نشوفوا في البسمة على كل وجوه أم وطفل، والحمد لله.